يا حجة. من الإيجابيات أن يكون الإنسان صاحب وجاهة ويستثمر هذا الوجاهة أيضا في خدمة المجتمع، فالإعلامي هو وجيه، وكونه يعيش مع أهم المجتمع فهذه تعطي قيمة إنسانية وقيمة إسلامية كبيرة، لأنه يعيش مع هؤلاء المحتاجين، وهؤلاء الذين أخواننا وأبناءنا وأيتامنا، نحن مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. ومنظمات المجتمع المدني منظمات لحقيقة بصمتها كبيرة في اليمن، وأمانة العاصمة ممثلة بالأمينة أمين العاصمة والمجلس المحلي تدعم هذه المنظمات وتشجعها وتعينها. صعبة لكانت يد الأمانة حاضرة في مع هذه المنظمة الرائدة، منظمة روافد الغد، رغم أنها منظمة صغيرة لكن فعلها كبير. وبذلك نحن نشكر الأستاذ الشيري خالد وفريق العمل في هذه المنظمة، الأستاذ عبد الوهاب وبقية الأخوان والأخوات، وإن شاء الله نحن عون لهم. وهؤلاء هذه الفئة هم أبناءنا وهم أخواننا، وجب علينا دينا أن نرعاهم، وجب علينا دينا أن نرعاهم. الله تعبدنا برعايتهم.